بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بالجميع إلى فقرة جديدة مع الرياضيات. إذن عندنا المفيد en mathématiques, première année du cycle secondaire collégial. غنتكلموا على واحد لو كومبا آخر اللي عنده هذا الشكل هذا، كما تنشوفوا تيتسمى لو كومبا افيرج. لو كومبا افيرج يعني نتكلم عن بيركار ولكن بالعصا. بيركار تنتكلموا على لو كومبا افيرج ديال الخشب، بالعصا. اذا نتكلم عن نوع من هاد البيركار بالعصا. اذا كما تلاحظوا عندنا لو كومبا افيرج. Quel est donc ce compas avec un nom si étrange ? إذا ما هو هاد الأداة اللي تنسميو كومبا avec un nom si étrange ؟ يعني بواحد الاسم جد غريب. نقول مثلا لو كومبا افيرج. Il a le nom de compas car il sert à tracer des cercles. إذا هو عنده هاد الاسم car لأنه il sert à tracer des cercles لأنه يصلح. رأينا قبل قليل لو فيرب سيرفير كار إل سير، نقول إل سير هو يصلح. أتخاسي دي سيركل لرسم دوائر. أفيرج إذا هو مزود أفيرج كار كونتخيرمون أو كومبا نورمال دي أبرونش. إذا تنسميو كومبا أفيرج كار لأنه كونتخيرمون أو كومبا نورمال لأنه على عكس البيركار العادي دي ابرونش. المسمى نتكلم عن لو كومبا ابرونش، فهمتي؟ هنا عندنا لو كومبا افيرج. اذا على عكس هاد لو كومبا اللي ذكرنا قبل قليل، اذا نتكلم هنا عن لو كومبا افيرج سون سيستيم. اذا نظامه ديكارتمون. شنو ديكارتمون؟ ديال التوسيعه، تتحرك الطرف باش توسع الدائره او تصغرها. سو في باغ كوليساج، يعني ان هاد الطريقه ديال تكبر وتصغر سو في باغ كوليساج ان تتم عن طريق الانزلاق عندك الشراجم ديال الكوليس، انها تمشي فواحد السكه. اذا نتكلم هنا عن كوليساج. سو في باغ كوليساج لو لون دون باغ، يعني انها تتم عن طريق التزحلق لو لون دون باغ على طول العصا. لافونتاج دو سو تيب دو كومبا et de pouvoir tracer des cercles de grandes, voire de très grandes dimensions. Et donc, l'avantage, nous l'avantage. Sylviette nous sommes les inconvénients, Thomas, l'Ijabiette nous sommes les avantages. Et donc, l'Ijabiette aide le compas, aide normal le compas. Et donc, l'avantage de ce type de compas, l'Ijabiette aide normal aide le percar, et de pouvoir tracer des cercles de grandes. إذا هو أن تستطيع أن ترسم دي سيركل دو غروند ديمونسيون، فهمت ولا لا؟ هنا هادشي اللي بغا يقولونا دي سيركل دو غروند ديمونسيون. شنو دار الكاتب؟ شنو كتب هنا؟ دي سيركل دو غروند، ثم دار فاصلة، ثم استدرك في الكلام، يعني بحال كأنه حبس داك الكلام ديالو ما بغاش يكملو. شنو قال؟ فواغ دو تخي غروند ديمونسيون. فواغ كما يقول هنا بالاحرى او باكثر من هذا دو تري غران ديمونسيون، انه من ايجابيات هاد لو كومبا انه تيمكننا باش نرسمو واحد الدوائر كبيره فواغ دو تري غران ديمونسيون. بالاحرى او اكثر من هذا انه تيمكننا باش نرسمو دوائر عندها ابعاد جد جد كبيره، ماشي غير كبيره، جد جد كبيره. هادو لا، هذا هو المقصود بهذا الكلام. إذن l'avantage de ce type de compas est de pouvoir tracer des cercles de grande voire de très grande dimension. الحمد لله. مثلا نتكلموا على فيرج، رأينا قبل قليل كومبا افيرج. افيرج مقصود بعصا. باغيت بو فرابي باتر. إذن عندما نتكلم عن لا فيرج المقصود بها باغيت، نتكلم عن عصا كما نرى هنا في الصورة. بو فرابي او بيان بو باتر او بيان بور باتر. إذا نتكلم عن الحالتين أن تمكن من الضرب يونيتي دو لونغور. في حالات أخرى نتكلم عن يونيتي دو لونغور. إذا نتكلم عن كاين في بعض المناطق عندما نتكلم عن فيرج المقصود بها
يونيتي دو لونغور. اذا نتكلم عن وحده قياس، وحده طول، فالون، فالون يعني ان القياس ديالها هو هذا، فالون يعني ان تتساوي، شنو تتساوي؟ 0 متر فيغول 914. اذا هذه تتساوي قريب المتر. هنا ما بقاش ليها بزاف وتوصل المتر، شتي؟ اذا هذا القياس يسمى فيرج. على كل حال اللي تهمنا هنا اننا نتكلم عن عصا ولا نتكلم عن هذا القياس. اذا هذه تسمى لو كومبا افيرج. اذا نتكلم هنا عن لا بيربونديكولاريتي، اذا نتكلم عن التعامد فيما يخص لا بيربونديكولاريتي. اذا سنتكلم عن كونستخوير اون دووات بيربونديكولير ا اون اوتر دووات دوني. كونستخوير اون دووات، كونستخوير اون دووات بيربونديكولير ا اون اوتر دووات دوني. إذن أنك تنشئ مستقيما عموديا على مستقيم آخر معطى. وصلنا فين؟ فين وصلنا؟ كونستخوير لي هوتور دان تريونجل، أنك ترسم شنو؟ رسمو ارتفاعات مثلث، ارتفاعات مثلث. مثلا كما نلاحظ اون جيومتري بلان، شنو اون جيومتري بلان؟ نتكلم عن الهندسة المتعلقة بالمستوى، تنتكلمو على الهندسة ماشي ديال الديور، أو مثلا أنك تبني شي حاجة تتكون من ثلاثة الأبعاد. هنا تنتكلمو على الهندسة اللي تترسم في بعدين، يعني ما تتفوتش الطول والعرض. هذه المقصود بها هنا اون جيومتري بلان. إذا نتكلم عن الهندسة المستوية اون ابيل هوتور. إذا نسمي هوتور يعني ارتفاع دان تريونجل، سميو ارتفاع ديال واحد المثلث شاكان دي تخوا سيغمون. نتكلم هنا عن كل واحد من القطاع الثلاث دو دغوات، ياك تخوا سيغمون دو دغوات. اذا نتكلم عن ثلاثة القطاع من مثلث، ثلاثة القطاع من المستقيم فورمي بار شاكان دي سومي دو تريونجل اي لور بروجتي orthogonal sur le côté opposé de ce sommet. شنو نقصد بهذا الكلام؟ On appelle hauteur d'un triangle. إذا تنسميو ارتفاع ديال واحد المثلث شاكان دي تخوا سيغمون. يعني كل وحدة من القطاع الثلاث. فين كاينين هاد القطاع الثلاث؟ دو دغوات فورمي. يعني أن كل قطعة من هاد القطاع كاينة في تتنتمي لواحد المستقيم فورمي باغ شاكان المكون من كلين من دي سومي، من شنو مال سومي؟ لا سومي يعني القمم. تنتكلموا هنا على فوالا ستان سومي، عندنا هنا ا ستان سومي، الرؤوس سي، هاد الرؤوس تتسموا لي سومي. طبعا لي سومي في العاده تنطلقوا على القمم. اذا المقصود هنا رؤوس المثلث، فوالا ستان سومي، ستان سومي، اي فوالا ستان سومي. إذا نتكلم هنا on appelle hauteur d'un triangle chacun des segments، des segments دو دغوات، دو دغوات. إذا نتكلم على القطع بحالة القطع، بحالة القطع، بحالة القطع هي. إذا تنشوفو هاد القطع تتنتمي لواحد المستقيم، المستقيم كما تنشوفو يعني لا حدود له. هنا عندنا مستقيم لا حدود له، هنا عندنا مستقيم لا حدود له، ولكن نتكلم عن من هنا حتى لهنا، من هنا حتى لهنا، من هنا حتى لهنا. اذا نتكلم عن المستقيم المار من الراس، اذا نتكلم عن المستقيمات الماره من الرؤوس، هذا بدا مستقيم مار من الراس، هذا مستقيم مار من الراس، هذا مستقيم مار من الراس. ثم ماذا؟ دو شاكا دي سومي دي تريونجل اي لور بروش دي اورتوغونال، ثم اسقاطه العمودي. إذا عندنا واحد مستقيم مر من هذه النقطة بي، ثم غنشوفو الإسقاط ديالو على واحد المستقيم آخر اللي غيكون عمودي عليه. أيضا هنا عدد مستقيم مر من هذا الرأس، ثم غنشوفو الإسقاط ديالو على واحد مستقيم عمودي عليه، ونفس الشيء هنا، ياك؟ إذا أون جيومتري بلان أون أبيل هوتور دان تريونجل شاكا دي تخوا سيغمون دو دغوات فورمي باغ شاكا دي سومي، فورمي باغ شاكا دي سومي دو تريونجل. نتكلم هنا عن لي سومي دو تريونجل.
تكلم عن رؤوس المثلث. ثم ماذا؟ إلوغ بروجتي، إلوغ بروجتي، إلوغ بروجتي. ثم إسقاطه العمود أورتوغونال، إلوغ بروجتي أورتوغونال العمودي سوغ لو كوتي أوبوزي، على الضلع المقابل. إلا كان المستقيم مرمى الأ خاصنا نشوفوا الإسقاط ديالو العمودي على المستقيم المقابل، مقابل هذا الرأس. فهمتي ولا لا؟ مش هذا المستقيم مر من هذا الرأس ويطيح هنا أو يطيح هنا، لا، خاصو يطيح مقابل على الضلع المقابل ويكون عمودي عليه. هذاك الإسقاط هو اللي غيمر منه هذاك المستقيم، وبالتالي غنحصلو على ارتفاع. نفس الشيء هنا، عندنا المستقيم مر من هذا الرأس، ثم نشوفوا الإسقاط ديالو على الضلع المقابل لهذا الرأس. وكذلك هنا عندنا هذا الرأس مر منه مستقيم، ثم غنشوفوا الإسقاط ديال هذا المستقيم العمودي على الضلع المقابل لهذا بي، وهكذا. هذا هو المقصود بهذا الكلام. إذا نتكلم هنا عن لوتور، عن الارتفاعات. إذا كونستخويغ لوتور دان تخيونغل، إذا نتكلم عن إنشاء ارتفاعات مثلث. ثم ماذا؟ ديتيرميني، ديتيرميني لورتو سونتر، لورتو سونتر دان تخيونغل، ديتيرميني لورتو سونتر دان تخيونغل. شنو ديتيرميني؟ إنها تحدد. ديتيرميني لورتو سونتر دان تخيونغل. لا، ماشي تيرميني، تخلطيش تيرميني مع ديتيرميني. تيرميني هي أنها، جو تيرمين، هنا عندنا جو ديتيرمين، أنا أحدد. تحديد. فهمت ولا لا؟ خاصك تفرق بين هاد جوج الأفعال، بين ديتيرميني وبين تيرميني. إذا ديتيرميني المقصود بها حدد. إلا قالك الأستاذ ديتيرمين لوغتو سونتخ دان تخيونغل، إذا عليك أن تحدد ماذا؟ لوغتو سونتخ، شنو المقصود ب لوغتو سونتخ دان تخيونغل؟ طبعا لوغتو سونتخ هو بحال هنا، عندنا أش. اش هي لوغتو سونتر، مركز لوغتو سونتر. لوغتو سونتر، لوغتو سونتر اي لانترسيكسيون دي تخوا هوتور دان تريونغل، دي تخوا هوتور دان تريونغل. اذا لوغتو سونتر، لوغتو سونتر هو لانترسيكسيون، هو تقاطع. لانترسيكسيون تقصد به تقاطع النقطه اللي تلاقاو في ديك اللي غيتقاطعوا فيها شكون؟ دي تخوا هوتور دان تريونغل اللي غيتلاقاو فيها ثلاثة الارتفاعات، ثلاثة الارتفاعات تسمى لوغتو سونتر. واش فهمتي ولا لا؟ إذا هذا هو المقصود بهاد. إذا إن شاء الله سنكمل مع هاد الموضوع في الحلقات القادمة. حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.